عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقاء الصديقات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو على الموديل ديال بيولوجي أنيما، دونك غنطرقو لي ترافو براتيك، كنشوفو شنو كنتو خدمتو في تي بي اس ديال بيولوجي أنيما. دونك عندنا واحد ثلاثة ديال الحصص، دونك هاد النهار هذا غادي نبداو بالحصة الأولى ديال لي بواسون. دونك غادي نحاولو نديطايوها شويه وغادي نحاولو نشرحوها بواحد الطريقه بسيطه ان شاء الله. بون كيما قلنا، اول حصه عندنا هي ديال لي بواسون ساردينا في الشاردو، غادي نتعرفو على لي كاركتير جينيرو ديال لي فيرتيبري. اولا بعدا غادي نتعرفو على شنو هما لي فيرتيبري. دونك لي فيرتيبري هما بعض لي زانيمو اللي كيكون عندهم ان كولون فيرتيبرال اللي هو العمود الفقري. دونك الدور ديال هذا العمود الفقري هو انه كيعطيني واحد البنيه جسمانيه، دونك يدير لي سيبور ديال الكور داعم للجسم. عندنا ايضا كيسهل لي ويسمح لي بالحركه ديبلاسمون. بالنسبه لي فيرتيبري دونك مقسمين لي الخمسه ديال لي جروب. عندي الجروب الاول اللي هو لي ماميفير هما الثدييات، عندي الجروب الثاني ديال لي زوازو طيور، عندي الجروب الثالث اللي هو ديال لي بواسون، عندي الجروب الرابع اللي هو ديال لي غيبتيل دونك الزواحف، عندي الجروب التالي والخامس اللي هو ديال لي زونفيبيان هما البرمائيات. دونك حنا كيهمونا في هاد لي جروب خمسة كيهمونا غير لي بواسون، دونك هادو هما اللي حنا باغيين نخدمو عليهم في هاد لا سيونس ديال تي بي. دونك لي كات الاخرين اللي بقاو ما عندنا ما نديرو بيهم، غادي نشوفو لي بواسون. دونك قلنا لي كاركتير جينيرو ديال هاد لي فيرتيبري هما سون انيمال، دونك حيوانات هادي باينه. هما ايضا ميتازوير، دونك لي ميتازوير هما بعض هما بعض الحيوانات اللي كيتكون الجسم ديالهم من عده خلايا منظمه. هاد الخلايا اللي كتعطيني بعض الانسجه، دونك هاد الانسجه من كيتجمعو بيناتهم كيعطيوني واحد الاعضاء، يعطيني اعضاء ولا عضو. دونك هما ايضا كيتعتبروا من حقيقية النواة، عندهم نواة حقيقية اوكاريوت، وهما ايضا ايتيروتروف وموبيل. عندنا كذلك واحد المصطلح اللي هو تريبلو بلاستيك. دونك شنو كتعني تريبلو بلاستيك؟ بالنسبة لتريبلو بلاستيك هو واحد لانيمو اللي كيكون عنده تروا فوي امبريونير. حنا كنا خدمناها في الموديل ديال الامبريولوجي ديال الاس ان. دونك قلنا باش ما غاديش نوليو نديطيو فيه بزاف، غادي نفوتو فيه في السه. دونك عندنا تروا ديال لي في امبريونير، عندنا ليكتوديرم لوندوديرم والميزوديرم. عندنا لوندوديرم اللي هو واحد الفوي انترن، دونك اللي كيفورمي لينا لي زانتيستان ولي فوا ولي بومون. اما ليكتوديرم هو واحد الفوي اكسترن اللي كيفورمي لينا لي سيستيم نيرفو سنترال و البيريفيريك. عندنا اخير واحد اللي هو الميزوديرم، دونك يكون بيناتهم هو اللي كيفورمي لينا لي زورغان جينيتو و لي زوس و لي ميسك العظام و العضله و لي فيسو. لي كاركتير جينيرو عاوتاني ديال لي فيرتيبري عندنا سولومات. دونك سونومات هما واحد هما دي زانيمو تريبل بلاستيك اللي كيكون عندهم واحد الكافيتي واحد التجويف اللي كيكون كروسي ابيلي سولومات. دونك واحد التجويف كيكون باين وواضح كنسميوها سولومات. دو تيروستوميان حيتاش عندها لي بلاستوبور دون لانيوس. دونك تقريبا كاع هادشي كنا خدمناه في الاس دو في لومبريولوجي. ايبونوريان اسيميتري بيلاتيرال، دونك كتكون متناظرة. لاسيميتري بيلاتيرال بحال كنقسمو تفاحة على زوج، دونك هاديك هي لاسيميتري بيلاتيرال الى غير ذلك. دونك غادي نفوتو دابا نفوتو لبعض لي ديفينيسيون. اول ديفينيسيون ديال لانامنيوت، دونك هما واحد الفقريات اللي الجنين ديالها ما كيحتويش على واحد لانيكسون بريونير، دونك هادي كنسميها انامنيوت. بالنسبه للبويكيلو تيرم،
دونك هما واحد لي فيرتيبري دون لا تمبيراتور انترن اي فاريابل، دونك واحد الفقريات اللي كتكون عندهم واحد الدرجة ديال الحرارة الداخلية كتكون متغيرة. عندنا ايضا دو تيغوستوميا، دونك هو واحد دي سولومات، هما واحد جويفات اللي كيكونوا في لي بلاص دو بور ديال لي غاسترولا. غاسترولا اللي هي واحد الانقسام ديال دوك الانقسامات اللي كنا شفناهم ديال لومبريون، يعني كاين غاسترولا موغولا الى غير ذلك دوك الانقسامات. دونك هنا كتعطيني هاد الانقسام كيعطيني لانوس اللي هو فتحة الشرج، هذا كنسميوه دو تيغوستوميا. بالنسبة لي بينوريان، دونك هما واحد لي زانيمو اللي كتكون عندهم ديك لاشين نيرفوز، هما ديك دونك السلسلة ديالها العصبية كتكون في الظهر، دونك اون بوزيسيون دورسال. هنا كنقولو بلي راه عندنا ايبينوريان. عندنا كذلك سكاليمتري، دونك هو واحد الطريقة كنعتمدو عليها باش نعرفو لاج ديال لي بواسون ديال الاسماك عن طريق دوك لي زيكاي ديالهم. عندنا كذلك واحد الكيسيون اخرى، قال لك السردين واش هو واحد لي سبيس، واش هو واحد النوع اللي هو اوفيبار بيض ولا فيفيبار والود ولا اوفي فيفيبار بيض والود. دونك اوتوماتيكمون عارفينو بلي اوفيبار، الا طلب منك لا جيستيفيكاسيون تقول له كاري البوان دي زوف، يعني تضع البيضة. عندي كذلك قال لك واش السردين واش واحد الفيرتيبري انا منيوت ولا امنيوت. دونك السردين هو واحد الفيرتيبري انا منيوت، حيت ما كيحتويليش على دوك لي زانيكس امبريونير. بالنسبه لي تيب ديال لي زيكاي، عندنا زوج ديال لي تيب، عندنا لي زيكاي بلاسويد ولي زيكاي سيكلويد. دونك هادو كاملين غادي نتعرفو عليهم في لي شيما ديال ديك السردين اللي غادي نشوفو. دونك لي تيب ديال ناجوار، كذلك عندنا ناجوار بير اللي فيها زوج بيكتورال و بلفين. عندي كذلك ناجوار امبير اللي فيه ناجوار دورسال والانال والكودال. دونك كنقدروا نقسموا الاسماك لواحد جوج فئات حسب الطبيعه ديال الهيكل العظمي نتاعها. دونك كنقولوا الفرع الاول كوندريشتيان، دونك مين كيكون عندي واحد السكويليت كارتيلاجينوز هذا اسمه واش ما جامي مين كيطيح عليهم هذا السمو زين على اين مين كيكون عنده سكويليت كارتيلاجينوز كنقولوا عليه كوندريشتيان. مين كيكون عنده سكوليت اوزو، دونك هيكل عظمي كنسميوه اوستيشتيان ولا شبيه. المهم هي هادي الاولى الكارتيلاجينوز هو داك الغضروف الزوجه اسكوليت اوسو هيكل عظمي. دونك دابا غادي نفوتو ليتيود ديال السردين، دونك هادي تخي 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 امبورطون، هادي كتحط ديما في لي زيكزام، تقدر تحط لك ليجوند ديال هادو بزوج. يعني دابا غادي نشوفو لا ديسان ديال المورفولوجي اكسترن ديال السردين، ولا تقدر تعطيك ديسان ديال ديسيكسيون تقول لك ليجوند ديالها. دونك بزوج بيهم خصك تكون ضابطهم، و 99% كتحط في ليكزام دائما كتعاود. دونك ها هو ليجوند ديال هذاك الشيء اللي شفناه من قبل، هي لا تيت ترونك لا كو. عندنا ناجوار كودا اللي شفناها قبيله امبير، قلنا عليها امبير، هادو لي زيكاي. عندي ناجوار دورسا اللي حتى هي امبير. عندي لوي، عندي ناغا، عندي لابوش، عندي ناجوار بيكتورال بير، ناجوار بيلفيان بير الى غير ذلك. بالنسبه للديسان الثانيه اللي درناها هنا هي ديال لا ديسيكسيون، دونك هنا درنا لها تشريح. دونك كما كتشوفوا هنا عندي لي جون ديالها، البرونشي، الكور، الفوا، ليستوما، دي فيرتيكول، لانتيستان، سيكوم ديجيستيف، لانيوس،
لوزوفاج، الجوناد، الفيسي ناتاتواغ، دونك هادشي اللي كاين في هاد التبينيمو. ونتمنى تكون واضحة الأمور. السلام عليكم ورحمة الله.